بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نسيم، مرحبا بكم في قناتكم الخاصة بتربية الحسون. أتمنى دائما أن تكونوا في التمام والصحة والعافية إن شاء الله. أصدقائي الكرام، بما أننا في بداية موسم التجهيز، أعرف أن الإشهارات، أعرف أن المواضيع ستكثر فيما يخص هذه المرحلة. لذلك أصدقائي الكرام، خصصت لكم هذا الموضوع للتوعية فقط. أصدقائي الكرام، في الآونة الأخيرة أصبحت تربية الحسون فيها مبالغة كبيرة بأشياء لا علاقة لها بهذه الهواية الجميلة والمحبوبة لدى المربيين. واليوم سأتحدث عن تبذير الأموال وصرف الكثير لغرض واحد ولهدف واحد ولحلم واحد، الذي هو إنتاج الفراخ داخل القفص. ورأيي الشخصي في هذا الموضوع، أعتقد بوجود مبالغة كبيرة في بعض الأمور المتعلقة بتربية الحسون، والتي تساهم بشكل كبير في تعقيد النجاح باستخدام الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات المتوفرة بكثرة في الأسواق، وخاصة في الآونة الأخيرة، وأيضا شراؤها بأسعار خيالية لغرض الحصول على طيور ممتازة ومنتجة. في هذا الفيديو أنصحكم بعدم تبذير أموالكم في الأشياء التي أراها أنا شخصيا لا علاقة لها بالإنتاج ولا علاقة لها بالنجاح. ودائما أنصحكم وأقول لكم أن الحسون لا يحتاج كل ما يباع من مكملات، ولا يحتاج كل ما يباع من فيتامينات أو مكملات غذائية في محلات بيع مستلزمات الطيور. ونصيحة أخرى، لا تتبع نصائح أصحاب المحلات فيما يخص تربية الحسون، وخاصة لا تسألهم عن التجهيز ولا تسألهم عن الإنتاج، فأغلبهم ليسوا بمنتجين، لذلك ليست لديهم أي خبرة لتقديم النصائح، فبذلك سيقترحون عليك كل أنواع الأدوية وكل أنواع الفيتامينات وكل أنواع المكملات، فهوايتهم البيع والشراء فقط، وسامحوني على هذا الكلام، فهذا هو الواقع. وأنا أيضا أدخل المحلات مثل أي مربي، فلا يهمكم إلا البيع، وأنا ضد هذه الأشياء. ولأوضح أكثر حول هذه الفكرة وعلى هذا الموضوع، سأعمل لكم مقارنة بسيطة. مثلا أنا أربي طيوري طبيعيا، ولا أتدخل بأي محفز ولا مكمل غذائي ولا أي فيتامين كيماوي. هذا لا يعني أني لن أنتج، وهذا لا يعني أني لا أنتج. للتوضيح أكثر، لو لم أجرب التربية الطبيعية، لو لم أنجح بالتربية الطبيعية، لكنت أنصحكم بهذه الأشياء. فلا أحد يريد أن يخسر موسم الإنتاج، ولا أحد يريد أن يفشل في مشروعه. طبعا كل مربي حر في تربيته، وكل مربي لديه طريقته، لكن الغرض واحد والهدف واحد إن تكلمنا طبعا عن الإنتاج. ومقارنة أخرى، أنت تصرف الكثير من أجل إنتاج الفراخ، أنت تصرف الكثير من أجل تجهيز طيورك، أنا أيضا أريد ذلك. حلمك هو حلمي، هدفك هو هدفي، إذن لدينا هدف واحد. لكن حاول دائما أن تكسب طيور مميزة بعيدا عن التكاليف وبعيدا عن المصاريف. ولأؤكد لكم، كل موسم أنتج طبيعيا، وكل موسم طيوري تجهز بالتربية الطبيعية فقط. ونصيحة أخرى، الأموال التي تشتري بها تلك المنتجات يمكنك استغلالها في أشياء أخرى لتطوير هوايتك، واستثمرها في أشياء ستكون لمصلحتك ولا لمصلحة التجار. أعرف أن هناك من يجادلني في هذه النقطة، لكن هذا هو الواقع، وإجابتي هي النتائج كل موسم. الحمد لله، كل شيء بالدليل وكل شيء على مباشر. لنكن دائما واقعيين وبدون أي تقليد، وبدون تقليد أمور ليست لصالحنا من كل الجوانب، ومعتقدين أننا كلما أكثرنا وكلما صرفنا وكلما وفرنا نجحنا. لا أخي، هذا ليس صحيح، وأنا متأكد من هذا الكلام مع كل احتراماتي للجميع. حتى لو كانت منتجات عالمية، فلن أقع في هذا الخطأ، وتحيا التربية التقليدية الطبيعية الناجحة من كل الجوانب. نعم، دائما تعطيني نتائج إيجابية، ولا أخسر أي عصفور
إلا إذا قدر الله في بعض الأحيان. فالإنتاج دائما الحمد لله رب العالمين. هذه هي نصيحتي وهذا هو الموضوع وهذه الفكرة مجرد توعية فقط. بإمكانك العمل بهذه الفكرة وبإمكانك أيضا تخطيها، أنت حر في كل شيء. أنا فقط أقوم بواجبي، والغرض أيضا أحاول دائما إبعادك عن الأشياء السلبية، ودائما أتمنى لكم النجاح من القلب. هذا هو الموضوع، ومتأسف إذا قصرنا عليكم اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.